السلام عليكم متابعي جريدة صوت العدالة. اليوم معنا بديعة المثيرة للجدل اللي عرفت القصة ديالها واحد ضجة كبيرة على اليوتيوب المغربي. اليوم كنصادفوا معنا بديعة باش نعرفوا منها القصة ديالها مع الخليجي اللي كان قبل. السلام عليكم اختي بديعة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اخويا العزيز مرحبا. اول سؤال اختي بديعة، ان هذا الخليجي كيفاش تعرفتي عليه؟ كيفاش عرفتي؟ انا ما تعرفتش عليه وما عرفتوش. انا كنت كيف عارفين خارج الوطن وداخل الوطن واللي كيحبوا بديعة، انا جابت واحد السيدة الوالدة ديالي قالت لي راه شاف بديعة في كاسيطة ديال العرس وبغاها للزواج، وانتي دابا في ازمة، يعني كان عندنا الافراغ، وداك الوقت الا جاك الافراغ ضروري يا اما كيجيو كيهزوا لحوجك كيلحوا منك برا كتشرد. ف من طبيعه الحال الوالده كانت مشات عند ابو لهب اللي هو الاخ ديال الام ديالي، وطلبت منه انه يعطيها شويه من الورد ديال باها ولمها، ولكن زرب عليها بكروشي هو عارف من زمان. استقص انا اللي دفعت الثمن، باعوني خرجوني من الخامس وانا بنت 14 عام، وجات السيده كيف قلت لك هي اللي قالت لها انت دابا في ورطه وبديعة عندك صغيره وزوينه، خاصك هاد السيد راه باغي الزواج وشافها في كاسيطه ديال العرس خاصو يتزوج بها، يعني على سنه الله ورسوله. قبل ما انا ويبيعوك لهذا الخليجي، كيف ما قلتش زعما الدار ديالكم ما كانش عندهم شي محاولات قبل؟ محاولات بحالاش؟ بانهم زعما يبيعوك لاشخاص اخرين في المغرب؟ لا 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 لا، ما وقعتش. وقعت مني انا مني جاهم الافراغ، مني جاهم الافراغ صافي، ما لقاش البديل، لان اخوه هارف على الورد ديال جدي، كان قايد في السطات، والورد ديال جده كان بها قاضي. وهاد الخليجي، هاد المرأة اللي جابتو لكم، كديكم شي حاجة من العائلة كتعرفوها؟ لا غير وحدة عادي جدا كأي وحدة، فهمتي؟ غادي شي واحد يعجب بها فمثلا زنقة، أو لا غادي يعجب فيها غتكون جالسة جات عندهم ضيفة، أو لا فهمتي عادي جدا شافني في كاسيطة ديال العرس، كاسيطة مغربية ديال العرس. هاد الشخص الخليجي الاسم ديالو بدا؟ الاسم ديالو حسن. حسن شحال المدة ديال اللي عشتي معاه؟ ما عشتش معاه اصلا، هو عر جا تقدم ليا، مشينا للسفارة طلبوا منه حسن سيرة وسلوك وشحال كيربح واش يقدر يعيش هاد الانسان في بلاده ولا لا، وفاش خدام. فعلا عطانا دوك الفلوس ديال 7 مليون، خلى الوالده كتقلب طرهن، فعلا جات لهنا شرات الساروت، هاد الدار اللي انا فيها دابا راه عام ونص دابا وانا هنا. شراو الساروت بخمسة وصلحوا بجوج المليون، هي 7 مليون. كيف ما كنعرفوا احنا في المغرب هنا كيقول لك بان الخليجيين كيكونوا سخيين، كيكونوا كيف ما كنقولوا ديالهم ماشي ديالهم. من طبيعة الحال ملي جا وهو كيصرف كي جاب لي ذهبي من الهيل اللي داو لي خواتاتي، جاب لي الذهب، جاب لي الشبكة، جاب لي الكف الخلخال ديالو بالسلسلة ديالو، جاب لي الذهب يعني الشبكة ديالي على أكمل وجه، وتهلا في الوالدين مزيان فهمتيني، يعني ماديا وكل شيء، ولدرجة أني هو صبر حتى درت العرس، 7 أيام ديال العرس في قاعة الأفراح في الفيدة، حضر فيها نيت عائلة أبو لهب وأبو لهب وخواتاته، يعني كل شيء سايق الخبار للتدمير اللي دمروني في البداية، دمروني هما، وسبابي الأول هو أبو لهب. هاد الخليجي نقدروا نقولوا شي عطاح في زهرك، حيت كيف ما كنعرفوا كاينين شي خليجيين ملي كيتزوجوا بمغربيات كيبقاو مارسوا عليهم العنف، كيبقاو يضربوهم. ماشي، ما كانش في زهري، لان زهري الله سبحانه وتعالى ما كانش بغى ليا هاد الشيء،
هما اللي داروه ليا وهما اللي باعوني. والسيد بكثره ارى وكثره شاف راسو كيتفتخ صافي تا دخل عليا فهمتي مورا العرس وتكاتبت معاه على سنه الله ورسوله. باقي لحد الان عندي ما يثبت وعندي جميع الصور ديال العرس، عندي كاسيت ديال العرس، عندي كل شيء. ومشى ما بقاش رجع، دار راسو بنا وقتلوا باه ورماه في الصحراء، مع ان الصحراء كبيره لم اعرف اين دفن حسن. هذه الرسائل بقى محتفظه بهم انايا، صيفطهم ولد عمته وقال لك راه قتلوا باه. شحال ديال الوقت دوزتي معاه؟ خلاني حامله، هزاتني الوالده داتني الكلينيك، دارت لي الكورتاج تما. فاش بدا المشروع ديالهم كيكبر ولات كديني القصور، ولات كتعرف على عيالات في القواده، كديني الفيلات. وضروري ضروري خاص اي فيلا او بلاصه مشيت لها انا ضروري خاصها تكون هي كطيابه، خاصها تكون شاده الكوزينه، كتشرط هذا الشرط فهمتيني. كنكون انا مقصره وهي شاده الكوزينه، هي اللي كطيب وهي كلشي باش يتزاد الفلوس. و بعد القصه ديالك مع الخليجي، يمكن لك تحكي لنا قصه بديعه مع القصور ومع الفيلات، كيفاش بدات هذه الفكره ديال القصور والفيلات؟ الفكره بدات عندهم هما، انا بقى صغيره انا ما عارفه والو في والو. وغير هذا الشيء وفوق هذا الشيء كامل انا كنت كنخاف من ماما بزاف لواحد الدرجه ما كتصورهاش فهمتي. يعني كنسمع انا لدرجه الفلوس ما كنشدهمش انا في يدي، كتشدهم الوالده، وكناخذ غير فلوس الحمام وفلوس الصالون. هذا الشيء اللي كاين، هما اللي تصرفوا فيا وهما اللي داوني القصور. وبالنسبه للقصور راه باينه، يعني كتدخل راه ماشي غير انا بوحدي، راه كاينين عيالات برجالتهم في القواده. داك الوقت كنعقل كانوا كيجيبوا الطوموبيل وكيصارجيوها بدريات قدي صغار مني فهمتي، وكيديوهم كيتاجروا فيهم. واش يمكن لك تقول لنا بان هذا الواقع باقي معاش لحد الان، بان دريات تكون عندها 15 عام يعني قاصرات كيمارسوا عليهم القواده دابا؟ اكيد 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 اكيد، لان هذا الشيء جاري به العمل، لان احنا وسط بلدنا الحبيب. يعني كنقولوا عاش الملك، ولكن ما كاينش واحد المدخول اللي غادي يعفي اي بنت او اي امراه فهمتي، باش يكون عندها مدخول وحقوق المراه فهمتي. ما عندناش هذا الشيء، يعني الاستغلال ضروري. اي خليجي فهمتي، مع احترامي للناس الخليج المحترمون، اي خليجي كيستغل دريه مغربيه ضروري. راه كاين اللي كيستغلها هو باغي منها كيبيعوها والديها مثلا 6 مليون 7 مليون 8 مليون حتى 10 مليون فهمتي، لمجرد انه هو غير يدوز الدم منها. مع احترامي لكم اجمعين، هادشي جاري به العمل، وانا كنقول الحقيقه وهادشي اللي كاين، لمجرد انه هو يتقبع عرب صبعه كاع بلا ما يمارس معها يشوف الدم نازل. هادشي اللي كتقولوا بديها من الواقع المعاش ديالها، الواقع المعاش والحاليا فهمتي. انا بالنسبه للتجاره ديال والدي فيا وخواتاتي، انا ما خليتهاش طول، عامين ديال التجاره، يعني عصروني بكل معنى الكلمه فهمتي، واستغلوني بكل معنى الكلمه، لدرجه انا تمن اختي اللي واخده مع كامل احتراماتي لجوندارم المحترمون اللي واخده الجدارمي، داروا لي العرس من لحمي انا. عامين انا ما طولتش معاهم، عامين عليها فاش تلاقيت مع بات ولادي، عليها فاش خرجت من الحبس وجلس بابو، هربت انا من الفساد، لان عندي انا لحمي لا يقدر بثمن، وعندي كرامه وعزيت نفس، وهذا الشيء اللي خلاني انا خويت كازا وهربت مع بات ولادي. بديها اشنو تبغي تقولي للامهات اللي كيباعوا بناتهم في سن صغير؟ انا الصراحه من هذا المنبر درب السلطان طنطان، كنتمنى رسالتي توصل لكل ام مغربيه حره اصليه. ما تستغليش البنت ديالك، ما تستغليش الولد ديالك. انا راه تبارك الله كبرت اربعه نفوس، يعني اربعه البنات ووليد، كانت عندي الخامسه ولكن بالنسبه لي انا ماتت.
والحمد لله لدرجة أني وحدة الكبيرة فيهم درت لها ديبلوم ديال الفندقة وقالت لي يا ماما نعاونك لأن شافت دوز يعني أنا كبرت مع بناتي كبرنا صحابات وعندي ولاد الغيال شافتني متومرة وشافتني خدمت في الفيرمات شافتني خدمت في لوزينة ديال الحوت شافتني غسلت القراعي ديال الشراب في دوار التقلية شافتني تعصرت في المارشي ديال إنزكان كنت كنهز الصنادق وبما يرضي الله ديال بصح شافوني تقهرت في الحي مولاي رشيد خدمت مع البناية يعني ناضلت وكافحت وعشت لهم أم وأب تكبرتهم كانوا عوليدات الغيال تبارك الله دابا راه الكبيره فيهم عندها 25 سنه والصغيره عندها 18 سنه الحمد لله حمد ربي وشكرته وكله بما يرضي الله كنتمنى من هذا المنبر الله يجازيك بخير اي ام ما تستغلش الابنه ديالها ما تستغليش الابن ديالك اعطيه الحب وعطيها الحنان حاولي تكسبيها ليك وديريها صاحبتك باش ما تخسريهاش باش ما تكبرش واحد النهار وتهي تكون في المكانة ديالي وتبركة تقول هاد الهضرة اللي كنقول أنا الله يجازيكم بخير شتي رسالة للبنات اللي كخرجوا بان صغارات في السن كيف ما كنقولوا احنا كيوليو بنات الليل خويا الرسالة ديالي اش غنقول لك قبح الله والفقر وطني الحبيب انا كنموت عليه كنموت على الشعب ديال الوطن كنموت على الحكومة المحترمة ديال الوطن كنموت على صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده ولكن الحقيقة مرة وبزاف هيا قاع غتخدم وبما يرضي الله وغتكافح ولكن راه والو في والو راه يعني السائر غيطلع ليها اشنو راه جوج فرانك غتشري بهم قنبة تقش بها راسها راه كضطر بزز منها كتولي ديال الليل راه بزز منها عندها مسؤوليات فهمتيني عندها مسؤوليات انا كنحترم وما نكذبش عليك انا الله يحسن العوان الله يحسن العوان كله كي دارت ليه نفسه ماشي كي دار لينا الله حيت الله عطانا واحد العقل خصنا نفكروا ونميزوا فهمتي ونضربوها لقدام ونشوف فين غتخرجنا كل وحده وكي دارت لنفسها هي فهمتي وكنتمنى وطننا الحبيب يشوف من ناحيه المراه بالخصوص والجمعيه ديال حقوق المراه اللي انا مع كامل احتراماتي لهم كنشدهم من العام اللي فات حتى هما يكونوا مع هاد المراه يكونوا معاها احنا ما بغيناش الواجهة ان حقوق المرأة لا احنا ما بغيناش مجرد اسم احنا بغينا شي حاجة بالفعل على ارض الواقع وما بغيناش العزلة ما بغيناش العزلة مع كامل احتراماتي الناس المحترمون ما ماشي تعزلوا الناس اللي مثلا طالعين القنوات ديالهم وكتمشيو عندهم والناس مساكن اللي ما قادراش دير شي حاجة بما لا يرضي الله وباقى في البداية مثلا ما غاديش نهضروا على شي وحدة بعيد انا من العام اللي فات وانا كناشد محامون كناشد دكاترة نفسيون كناشد الجمعيات وخصوصا جمعية حقوق المرأة انا حتى واحد ما انا معزولة وسط بلادي انا اتعزلت ديال بصح وباقى معزولة راه عام فات وانا في نص العام الثاني وباقى في دار الوراثة وباقي ما كاين والو في والو هديها كيف قلتي لي اخويا العزيز كيف قلتي لي في الاول فاش كنتي كيف ما قلتي بما يرضي الله ما كان حتى واحد واقف في جنبك ودابا فاش خرجتي ليهم كراقصه ولا كلشي بغى يجي ضدك دابا المشكله ملي كنت بما يرضي الله ما كانش شي واحد مسوق ليا الحيمات وزويتينات وهذا ومواضيع اجتماعيه فيدو السفيد وكنقول لا للفساد لا للعري فهمتي ما كانش ونشدت ناس وبعض القنوات اللي في اليوتيوب المغربي نشدتهم وطلبت منهم وزوقت فيهم ورميت عليهم وقلت لهم هالعار الى ما وقفوا مع خويتكم مجرد انكم تبارطاجيو ليا انا بغيت صوتي يوصل انا تعدوا عليا انا اداو ليا كلشي في كلشي فهمتي انا دمروني انا ما خلاونيش حضرت حتى الوالده ملي بغات تموت فهمتيني ولكن
دوك بعض القنوات اللي كاينين في اليوتيوب المغربي ما داروا ما حاضرينش وما سمعونيش، فهمتي؟ مع انهم سمعوني ومعظمهم كانوا كيدخلوا عندي وكندخل عندهم في التعليقات، ولكن حتى واحد ما عمر شي واحد ما بارطاجا ليا، فهمتي؟ الكلمه ديال لا للفساد هما كيقولوها باش كيركبوا على الموجه، فهمتي؟ انا هذا الشيء عشته وخديت الدكتوراه، فهمتي، على ارض الواقع، وخديت دكتوراه ثانيه في المواقع، فهمت كل شيء في كل شيء، وعرفت ان اليوتيوب المغربي فيه بزاف وبزاف، وفيه عصابات، وكل عصابه وباش متخصصه، فهمتي؟ وكيقولوا لا للفساد ونحن مسلمون، ولكن يقولون ما لا يفعلون، غير معلقين بديك الاسم ديال الاسلام، حيت الاسلام ديالنا كلمه مقدسه، قليل اللي كيعرف المعنى ديالها، قليل وبزاف بزاف. راه حنا عندنا داخل الوطن راه عشويه، راه عشويه. اما انا راه هادشي انا فاهمه وعارفه، وكنقول شي حاجه اللي كاينه، حيت انا الحقيقه انا كنقول اللي كاين. انا بنت النخاع، النخاع ديال هاد الوطن الحبيب. المهم بغيت نقول لكم اخوتي المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن، انتم كاملين تاج على راسي، ما تشوفوش الواجهه، شوفوا الداخل ديال بديعه، شوفوا الداخل ديالي، لاني انا حاليا راه ما عنديش، راه مقطوعه من الشجره، راه على ارض الواقع راه ما بقاتش عندي العائله، راه فرزوني وعزلوني وغربوني وسط بلادي. الله يجازيكم بخير. واللي بغى يتاكد انني انا عام وانا عندي قناه وبما يرضي الله ديال بصح، يدخل عندي مرحبا به، يدخل عندي قناه الراقصه بديعه فاميل بديعه، مرحبا بكم اجمعين، وانتم تاج على راس خويتكم بدعدع طانطان درب السلطان، تحييكم اختكم. وسمحوا لي على هاد السلبية، سمحوا لي حيت أنا الصوت ديالي ماشي هو هذا، الصوت ديالي أنا مفقود عام، وهذا العام الثاني النص ديالو، أنا توحشت صوتي، توحشت بديعة، توحشت نفسي، توحشت داك الهدوء اللي كنبغي، حيت أنا إنسانة عزيز عليا الهدوء، ولكن كثرة الحقرة والطغيان، الحقرة والطغيان، أنك بوفري في بلدك الحبيب وكل شيء كيدور فيك وكل شيء قاهرك ومغربك ديال بصح وعازلك، وتا واحد ما مسوق ليك، ما مسروطاش ليا، ما مسروطاش ليا، لاني مغربيه، لاني عندي بطاقه وطنيه مكتوبه فيها المملكه المغربيه وعاش الملك. متابعي جريده صوت العداله، كان معكم حمزة لازيم وراء الكاميرا نسرين أديب، إلى اللقاء.